السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. طبعا اليوم هو اليوم العالمي للتطوع. العراق يضم اكثر من 650 فريق تطوعي منضمين تحت لواء وزارة الشباب والرياضة، وبما انه اليوم هو يومهم يوم التطوع العالمي فراح نشوف الفعاليات ونشوف الفرق ايضا المشاركة هنا، على اعتبار انه اليوم دورهم دور كبير وفعال جدا ببناء الاوطان، وموضوع التطوع هو على مستوى العالم مو فقط بالعراق، فراح نشوف دورهم ونتعرف عن عملهم. خليكم معنا. يا كرام، متواصلين معكم بفعاليات يوم التطوع العالمي ببغداد اللي مقام بأبو نواس. مهندس غياث حبيبي، نورتنا وسهلا. صباح الخيرات يا غالي، الله يخليك ويسلمك. طبعا احنا انا جاي اشوفكم قبل الحديث، خلي اسئله. نعم، جاي اشوفكم بكل نشاط، بكل فعاليات، بكل الاشياء اللي تخص بغداد والمهرجانات، اشوفكم متواجدين ولكم دور. بالضبط، لان فريق بغداد الرياضي الدراجات الهوائيه من الفرق التطوعيه اللي دائما يتواجد ويا الجماهير في جميع الفعاليات، نشارك دائما متواجدين بجميع الفعاليات. نعم، حقيقه انا اهني وبارك جهود جميع المتطوعين في هذا اليوم العالمي، يوم التطوع العالمي، يوم 5/12 كل عام، على جهودهم اللي بذلوها خلال هذا العام لتقديم ما هو مميز للمجتمع، طبعا اكيد بجهود تطوعيه. زين، نعم. خلي اشوف شنو هذا الموجود، الكارت. هذا احنا كفريق تطوعي منطوي ضمن رابط وزاره شباب الرياضه، رابطه العراق دراجات الهوائيه، اكيد ضمن المركز الوطني للعمل التطوعي. هذا يصدر للاعضاء الخاصين فريق بغداد الرياضي دراجات الهوائيه بشكل رسمي. كم عددكم كفريق؟ احنا كعدد، يعني كعدد فعلي بالجولات نوصل 150 190 تجمعاتنا، كعدد كلي 500 عضو فما فوق. يزايد يوميا، يزايد. هاي فقط بغداد. فقط بغداد. نعم، فقط بغداد. باقي المحافظات هم ما فيش فعاليات؟ طبعا باقي المحافظات بس بنسبه قليله، دي يبدون ما شاء الله. فريق البصره عندنا، فريق تكريت هسه انضم الجديد، عندنا بالديوانيه فريق، عندنا بالعماره بميسان، عندنا بكركوك ايضا فرق تطوعيه، بدات المدائن عندنا هسه ايضا فريق، وان شاء الله المستقبل تكون على مستوى اكبر، يعني رياضه الدراجه الهوائيه. الثقافه كلش حلوه، رياضه كلش حلوه. هسه جوز اللي شاهدنا يقول شنو دوركم انت؟ يعني بس سوقون بايسكلات؟ لا بالعكس. شنو رسالتكم؟ شنو هدفكم؟ اكيد رسالتنا انسانيه، رسالتنا شنو الرسالة رياضه اللي نعرفها؟ طبعا عده اهداف من خلال ممارسه رياضه ركوب الدراجه الهوائيه، اللي هي اول شيء هي رياضه صحه للجسم. نعم. رياضه صحه سعاده. هل توصلها؟ اكيد، بالاضافه لانه جذب كثير من الشباب انضمامهم ويا هاي الثله من المجتمع الطيبه المتعاونه. طبعا دور مهم للاعضاء، تواجدهم بالفريق، امكانياتهم، روح التعاون اللي يقدموها، طبعا جذبهم من مخاطر التكنولوجيا، من مخاطر المخدرات، بدال ما يروح المقاهي يلتقي بها، اكيد يجذبونهم. بالضبط، خلال ممارسه ركوب الدراجه الهوائيه. عندكم مقر في شيء تجمعون؟ طبعا مقرنا عندنا اكثر من مقر، المقر هو المركز الوطني اكيد، لان فريق رسمي. مقرنا بالاتحاد اللي هو بالوزيريه، الاتحاد المركزي. نعم. العراقي حاليا، مقرنا بالمركز الوطني للعمل التطوعي ايضا متواجدين، وايضا دائما احنا نلتقي من خلال التطبيقات، يعني تواصلنا خلال التطبيقات ونكون تجمعات واللقاءات مالتنا. اكو نشاطات بالنسبه لكم تحتاج دعم مادي؟ والله كثير من النشاطات احنا نشكر يعني مخابز، شركه مخابز باب الاخر قدمت لنا رعايات مثل الزي، قدمت لنا احتاجنا زي شتوي، عندنا ماراثون للبصره قمنا به اللي هو البصره امن وامان، اللي كان تحت شعار البصره امن وامان. عندكم فعاليات خليجي 25؟ ماراثون، هو احنا رحنا للبصره داعمين لخليجي 25، سوينا فعاليه في المدينه الرياضيه ملعب الجنة. بالمرحله المقبله ايش عندكم؟ اكيد عندنا هواي نشاطات وفعاليات، عن قريب راح يكون عندنا اكبر ماراثون وراح نشارك به احنا وناسنا في محافظه النجف الاشرف. ممتاز. يوم الجمعه القادمه ان شاء الله راح يكون عندنا تجمع ان شاء الله. شكرا جزيلا. حبيب، شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، وبالتالي اليوم كل فريق يعني حضر هنا عنده رساله ويريد يوصلها، مثل فريق بايكر بغداد. بغداد الرياضي الدراجات الهوائيه. اللي هو رسالته انه رياضيه وبالتالي انسانيه، يحثون الناس على ممارسه الرياضه. تجاه ممارسه الرياضه لو هيك واقف. لا لا
اكيد امارس الرياضه وعندي جولات دائما اطلع بيها. شاركت قبل كم يوم في جوله الى مدينه المدائن الى سلمان فاق. ممتاز. من بغداد الى المدائن. نعم قبلها جوله. تعال تفضل هنا. تعال. قبلها كانت جوله الى اثار بابل في مدينه الحله. يعني جولات من بغداد؟ من بغداد. نعم. من بغداد الى مدينه الحله. ممتاز. فجولاتنا مستمره دائما ان شاء الله الجمعه القادمه للنجف الاشرف. تساهيل من الله. شنو الغايه؟ الغايه هو نشر رياضه وثقافه ركوب الدراجه الهوائيه وتوعيه افراد المجتمع باهميه هذه الرياضه. زين، بعد اهدافكم شنو؟ اهدافنا هي اهداف انسانيه، يعني احنا ما ننتظر مقابل من الجانب الاخر، ان ينتم الى الفريق الرياضي وان يمارس الرياضه بصوره جيده، حفاظا على صحته، حفاظا على عضلاته، حفاظا على المجتمع العراقي، نقل صوره حلوه وطيبه لافراد المجتمع العراقي وللشباب للعالم. عاشت الليالي. نشكر قناتكم على تواجدكم معنا ونقل احداث هذا الكرنفال للمجتمع. الله يسلمك. طبعا انا يمكن هواي يعني مصور وياكم وهواي داعمكم اعلاميا. مو لو مو مكافحة تفضل من هنا. خوتك حلوه. الله يسلمك، انت الاحلى قدامك كابتن. لا ممنون، حياك الله. نشرف نشرف. الله يسلمك. طبعا اليوم احنا مشاركتنا هي ايصال الفكره. نعم. اهم شيء للتطوع في هذا اليوم العالمي. والتعاون ورسم روح التعاون والبهجه في الشارع العراقي. وحاليا احنا كفريق فريق بغداد للدراجات الهوائيه نرسم البهجه بالشارع ونحث الشباب عامه على ركوب الدراجات الهوائيه كرياضه مميزه ومعروفه بالشارع احسن ما يلتجئ الى غير امور الذهاب للمقاهي ويعني التدخين. طبعا احنا التدخين مضر بالصحه، تعرف انت هذا الامر. واحنا حاليا بالعراق اهم شيء ايصال الفكره. نعم. للدول العربية وللعالم كله، لأن احنا ما شاء الله فريقنا كعدد رسمي يصل إلى 400 إلى 500 فرد. نتمنى أنه تحثون هاي الناس حتى تزيل هاي الكرش الموجود. أكيد أكيد العراقية. يعني ما شاء الله احنا يعني صراحة ما أخفيكم، أنا كان وزني عالي والحمد لله. الحمد لله. أكيد 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 أكيد. بالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله ماراثوننا ماراثون السلام راح ينطلق من بغداد الى محافظه النجف الاشرف. بالتوفيق. عاشت الليالي. شكرا جزيلا. خلينا نشوف ايضا دور. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شنو دوركم انتم يا فريق؟ احنا فريق نادي قصر دياله. شو حبيبي كابتن الفنون القتاليه. خلي لي هذا البيزك. نعم. شنو رسالتكم اليوم؟ شنو مهرجانكم؟ عفوا نشاطكم؟ احنا نشاطنا يعني شلون الصحة. نعم. جسم. نعم. هي مو يعني اكو مرات ناس يعني طب هذا المجال تروح يعني بالشيء اللي مو جانب الرياضة يعني. نعم. شلون يسوون الجانب الأسوأ يعني مثلا احنا ما نريد الجانب الأسوأ. اي الجانب السيء الزين يعني عافية علينا. الزينات تسوي. اي الزينات هي شنو؟ تعطيك صحة عافية، تعطيك مهارة عافية، تعطيك ثقة بالنفس واشياء هواي يعني توفر لك. شكرا جزيلا. أيوة حبيبي. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم. خليكم وياك. بداية خلينا نتحدث عن اليوم العالمي اليوم التطوعي. لربما مثل هيك فرق تطوعية محتاجينها بالوقت الحالي، خصوصا أن وزارة الشباب والرياضة هي المعنية بالفرق التطوعية. كل الأحوال طبعا اليوم يعني برعاية طبعا مع السيد الوزير وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، تحديدا منظمة اليونيسيف ترعى وزارة الشباب والرياضة يعني برعاية مع السيد الوزير السيد أحمد المبرقع هذا المؤتمر اللي هو احتفال باليوم العالمي للعمل التطوعي. طبعا العمل التطوعي شيء مهم، احنا نحاول نشيع هذه الثقافه لان هذه الثقافه ممكن انه من خلالها يعني ننمي اتجاهات الشباب اتجاه امور يعني هي مفيده. احنا عندنا طبعا يعني نشاطنا في هذا الجانب لا يقتصر على فقط احياء هذه الذكرى، انما احنا الان عندنا شراكه مع الامم المتحده لانشاء منصه للعمل التطوعي. هذه المنصه راح توفر فرص للعمل التطوعي للشباب تتناسب مع تخصصاتهم، يعني اي انسان مثلا عنده رغبه في العمل التطوعي من خلال الدخول الى هذا الموقع او هذه المنصه راح يجد هناك فرص للعمل التطوعي وهو يختار الفرصه اللي تتناسب مع ربما مؤهلاته وتوجهه وحتى المكان. بالوقت الحالي جاي تعملون؟ نعم نعم، هي بالتنسيق مع برنامج الامم المتحده منظمه اليونيسيف تحديدا. يعني هذه المنصه ايضا بالمستقبل راح تديرها وزاره الشباب
راح تسجل الاعمال التطوعيه، تسجيلها للاعمال التطوعيه ممكن من خلالها تأيد لاي شاب يشارك في هذه الاعمال التطوعيه مشاركته في تلك الاعمال، وبالتالي تمنح فرص حتى في تتيح له المفاضله في التقديم مثلا على التعيينات او غيرها، او حتى مثلا تشكل نوع من الاعمال يعني الى مثلا منظمه رادت توجه دعم لهذه المنظمه تجهل مثل هذه الشخصيه ما هو تاريخه في العمل التطوعي، فهذه المنصه راح توثق هذا التاريخ، راح تنطي فرد يعني سيره ذاتيه او سي في او خلفيه عن حجم الاعمال التطوعيه التي قام بها على مستوى الشخصيات وعلى مستوى المنظمات المجتمع المدني التي تقوم او ترعى الاعمال التطوعيه. طيب دكتور، اليوم اكثر من 600 فريق يعني تطوعي موجود بالوزاره تابعين وعلى جميع العراق، يعني هاي التخصصات ال 600 ممكن تزيد اكثر؟ كل تاكيد، يعني هي هذه ثقافه التخصصات. هذه ثقافة، احنا تدري حضرتك احنا عودا على بدء في الحديث عن المنصة، احنا نرغب بتنظيم العمل التطوعي، العمل التطوعي كان موجود لكن كان يسود نوع من العشوائية يعني ونوع من الاجتهاد الشخصي، احيانا هناك رغبة عند شاب معين او مجموعة من الشباب في ممارسة هذا العمل، لكن ربما ما يجدون الفرصة المناسبة او ربما هناك يعني نشاطات هي بحاجة الى اعمال تطوعية لكن هي لا تجد من ينسق بين هذه النشاطات وبين الأشخاص الذين يرغبون في تأديتها من خلال العمل التطوعي. هذه المنصة راح توفر هذه الفرص، كل شاب بإمكانه أنه يعمل حساب على هذه المنصة ثم من خلال هذا الحساب يطلع أي جهة مثلا تحتاج هؤلاء المتطوعين، فأيضا من خلال هذه المنصة راح تعلن عن فرصة للعمل التطوعي، ويكون جهود الوزارة في التنسيق بين هاتين الجهات اللي تحتاج العمل التطوعي وبين الشباب اللي راغبين في أداء هذا العمل. دكتور، دائما ما يكون الانطباع السابق على جميع الوزراء اللي مروا على الوزاره الرياضه والشباب انه الناس والاعلام احنا كسلطه طبعا ننظر لهم انه فقط بمنظور رياضي، ماكو يعني اهتمامات بجانب الشباب. انتم اليوم كوزاره، وزاره جديده ان شاء الله التوفيق يا رب بعملكم المقبل، اليوم شنو خططكم لموضوع او ملف الشباب؟ يعني تدري اكو قضيه جنابك ربما يجهلها الكثير من الناس، احنا الوزاره اثر عليها يعني بشكل كبير موضوع فك ارتباط دوائر وزاره، قسم من دوائر وزاره الشباب والرياضه في المحافظات، يعني اليوم المنتديات المديريات الشباب والرياضه في المحافظات هي غير مرتبطه بالوزاره، وبالتالي اي نشاط او اي قصور يكون يتم مثلا او يجري في مكان معين الناس لا يعرفون او لا يميزون بين مثلا دائره هي اسمها وعنوانها مديريه الشباب والرياضه، لكنها من الناحيه العمليه غير مرتبطه يعني بالوزاره، ما هي مرتبطه بالمحافظه، هذا القضيه خلقت ارباك ومشاكل مو فقط للوزاره انما حتى لتلك الدوائر اللي قسم منها بعض الساده المحافظين وبعض المحافظات ما عندهم الامكانيات والقدرات اللي الموجوده في الوزاره لاداره مثل هذه النشاطات والاعمال، وهذا انعكس سلبا يعني على وجود نوع من الارباك في العمل. انا يعني ايد طرح حضرتك لانه احيانا ربما يعني رؤيه الوزير، رؤيه وزير معين في توجه باتجاه التركيز على قطاع معين او حتى على لعبه رياضيه معينه بخصوص ملف الشباب، شنو المستقبل؟ احنا عندنا خطات 2030 وعندنا رؤيه استراتيجيه منشوره في موقع الوزاره اللي هي استراتيجيه الشباب، وموضوع دعم الشباب هو جزء من اهداف الالفيه، واحنا الان عندنا شراكات مع الامم المتحده، البرنامج اللي نديره الان هو بشراكه مع احد منظمات الامم المتحده، منظمه مهمه اللي هي منظمه اليونيسيف، فاحنا البرامج هي موجوده لكن احيانا ربما تسويقها من خلال الاعلام، ربما عدم اطلاع الناس عليها هو اللي هو يعني وجه القصور يكمن في هذه القضيه. اليوم وزاره الشباب مو فقط بناء ملاعب. لا بكل تاكيد، لا احنا عندنا، ولكن قلت لحضرتك يعني هناك بعض الامور قسم منها تتعلق بالقضايا الاداريه وقسم منها تتعلق ب بعض القوانين التي ربما غلت يد الوزارة وقيدتها للتوجه نحو دعم الشباب في المحافظات بحكم أنه هذه مع العلم أنه إحنا لدينا في المحافظات مدارس تخصصية اللي هي مراكز الموهبة، يعني إحنا تمام هي مديريات الشباب والرياضة في المحافظة غير مرتبطة الآن بالوزارة، ولكن عندنا مؤسساتنا اللي هي موجودة الآن واللي هي تدير أعمال وأنشطة مهمة اللي من ضمنها رعاية المواهب من خلال مراكز الموهبة اللي هي مدارس تخصصية تعنى بالمواهب الشباب واليافعين. أنا حديث وياك باخر سؤال، انه اليوم انتم كوزاره امامكم تحدي كبير اللي هو بطوله الخليج، وهذا اول تحدي لربما راح تكونون باختباره، اخر استعداداتكم لبطوله الخليج، خليج 25؟ احنا الاستعداد قائم على اخذ ومساهمه على السيد الوزير، كان قبل فتره يعني قريبه كان في قطر ووقع الاتفاقيه، وكل والبارحه في يعني يوم امس كان مع الوزير هناك، وهناك مدراء عامين مفرغين ومقيمين في البصره اللي هي راح تكون مهد يعني والمكان اللي راح يستضيف هذه البطوله، والاستعدادات قائمه على قدم وساق، قدر تعلق الامر بالوزاره واستعداداته هي جاهزه، اذا لا سمح الله حدث طارئ
اذا سارت الامور بشكل طبيعي في يعني البطوله تعقد هناك ان شاء الله، وتكون اول بطوله بعد فتره طويله من الانقطاع، وان شاء الله اكون مؤسسات ومنشات رياضيه تجمل وجه البلد وتظهر بصورته التي يستحقها، التي يعني اليوم عندنا مثلا مدينه الرياضيه في البصره وعدد من الملاعب التي قسم منها قيد الافتتاح او افتتحت. ماكو تاجيل؟ لا لا يوجد تاجيل، يعني احنا وفق اذا سارت الامور بشكل طبيعي ما عندنا اي سبب. هذا اذا التاجيل يتعلق بالقضايا اللوجستيه فلا يوجد تاجيل. اذا كان هناك اي مستجد اخر يتعلق، انت تعرف الان المنطقه كلها على صفيح ساخن، ما نعرف شنو اللي يصير، لكن اذا سارت الامور بشكل طبيعي ونامل انه تصير الامور بشكل طبيعي فالبطوله ان شاء الله تعقد في موعدها المحدد لها. توفيق ان شاء الله، لكن 33 مليار كافيه لتغطيه البطوله؟ المبالغ اللي خصصتها رئاسة الوزراء لبطولة خليج 25؟ بالتأكيد هي المبالغ لم تخصص إلا بناء على كشوفات وإلا بناء على دراسات، لم تخصص اعتباطا، والسيد رئيس الوزراء لمسنا جدية منا وحتى ومجلس الوزراء بصورة عامة في دعم الوزارة حتى في قضايا ربما تكون استثنائية، لأنه لتقدير مراعاة للوقت الآن البطولة هي على وشك أنه إن شاء الله تتنفذ، فإحنا نتلقى دعم من رئاسة الوزراء ونعتقد أنه هذا الدعم كافي وراح يكون يعني أهلنا ويأهل الحكومة بصورة عامة والبلد بصورة عامة إلى أنه يعني تنفيذ هذه البطولة بالصورة اللي يعني ترفع إن شاء الله اسم البلد وتعكس يعني وجه الحقيقي الآن. شكرا جزيلا لك، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك اليوم مدير المركز الوطني للفرق التطوعية في وزارة الشباب والرياضة. بداية خلينا نعرف دوركم تجاه هذه الفرق التطوعية على اعتبار أنه اليوم يعملون بجهود ذاتية، لكن ربما يحتاج نوعا ما بعض الدعم من قبل وزارة الشباب. دوركم كوزارة الشباب تجاه الفرق التطوعية شنو؟ بداية اهلا وسهلا بكم قناتكم الكريمة. احنا بالنسبة لنا كوزارة الشباب والرياضة هي بداية الراعية لكل الجانب الشبابي، الجهة القطاعية المسؤولة على جانب الشباب. توصيات معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ أحمد المبرقع انه يحتضن الشباب مختلف مجالاتهم، واحدة من هذه المجالات احنا مركز الوطني للعمل التطوعي، هو جهة راعية للعمل التطوعي ومنظمة لهذا العمل سواء مختلف المحافل. اكو اكثر من جهة، اكو اكثر من مجال تشتغل به الفرق التطوعية في يومنا هذا، إغاثي، تنموي، متعدد. فاحنا مجرد انه وزارة الشباب والرياضة ترعى وتسهل امور المتطوعين، واحنا في هذا اليوم العالمي للتطوع مبارك للمتطوعين العراق بشكل خاص ومتطوعين العالم بشكل عام على هذا اليوم، وكل عام وهم بألف خير ان شاء الله. دكتور، يعني اكو منهاج سنوي بالنسبه لكم اتجاه هذول الفرق التطوعيه؟ يعني مثلا خطه عمل تتفقون بها مع الفرق التطوعيه، لو ممكن هم يعملون بتوجيه مثلا فد معين بشخص معين او كذا؟ اكيد هو هذا الموضوع انه ضمن خطط سنويه تعد وخطط على مدار 5 سنوات توضع برامج للعمل التطوعي في هذا الجانب، واحنا نشارك الفرق التطوعيه ونستشيرهم دائما هذه المواضيع، ونشتغل على يعني مسؤوليات حسب الظرف الراهن مثل مجال كورونا غيرها حسب الاوضاع اللي موجوده. على عموم العراق كم فريق تطوع عندنا بالعراق حاليا؟ يعني احنا ما نقدر نحصيهم بشكل دقيق، احنا المسجل عندنا لحد هذه اللحظه اكثر من 650 فريق. موضوع المنصه تحدثت به الدكتور قبل قليل، هذا ايش قد راح يسهم انه بنسبه تزايد اعداد الفرق التطوعيه؟ والله هي المنصه الوطنيه للتطوع شراكه وزاره الشباب والرياضه مع منظمه اليونيسف، هذه الشراكه راح تطرح فكره جديده اللي هي منصه وطنيه للتطوع بها يعني اوجه تنظيميه اكثر، تتيح فرص تطوعيه ان شاء الله خلال الفتره القادمه على هذه المنصه بس تنطلق، راح يعني تفيد كل شباير المتطوعين، تهيئ لهم فرص منظمه. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا جزيلا. عمتي الكرام متواصل وياكم، وبالتالي احنا اليوم مثل ما جاي نشوف ان وزارة الشباب والرياضة تعمل بالجانب الرياضي، لكن ايضا اكو مواضيع مهمة لها وهو انه موضوع ملف الشباب. متواصلين وياكم، خليكم. بداية خلينا نعرف رسالة اليونيسف بيوم التطوع العالمي ونوع الدعم اللي يريد نعرفه تجاه هاي الفرق التطوعية. Would like to know the UNICEF message for the International Volunteering Day and what kind of support you provide to
UNICEF is very happy to support the Ministry of Youth to launch both an online and offline platform for youth volunteerism in Iraq. The online forum will be launched in the new year, and the offline forum has already been launched, and this is how young people can engage. اليونيسف سعيدة بأن يكون تعاونها من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإطلاق برنامج وطني لتطوع الشباب عن طريق منصة رقمية لتوفير فرص تطوعية للشباب أونلاين وأوفلاين. الأوفلاين تم إطلاقها السنة الماضية وتم انخراط يعني العديد من الشباب في مختلف الفرص التطوعية، والأونلاين راح يكون إطلاقها قريب جدا. نعم، كلمة بيوم العالمي لكلمة اليونيسف شنو كانت اليوم العالمي للتطوع؟ What's your message? What's the message? What's the message? So the message for young people is that youth engagement is helping to get involved in your country and to in your communities to support civil engagement and to gain skills for future employment. الرسالة تشمل هو دعم اليونيسف وتشجيعها على توفير فرص انخراط للشباب وفرص تطوعية للشباب اللي تسهم في أن يكونون مواطنين فاعلين في وطنهم في مجتمعاتهم، وأيضا تنمي مهاراتهم وقدراتهم واللي ممكن توفر لهم فرص عمل في المستقبل. يعني بعض الفرق التطوعية يجوز تحتاج عتها مثلاً دورات تطوير او ما شابه ذلك، نوعيه الدعم تجاه اليونيسف تجاه اكو خطه عمل مثلا منهجه بالسنه. There are some volunteering groups that requires capacity building in some areas. Do you have like a systematic or structured plan to support those groups? Well, the good thing about Iraq is there's lots of talented Iraqis, and I think part of volunteerism is for the younger people to learn from the older Iraqis. So we're facilitating that learning itself because Iraqis themselves have a lot of skills to pass on to young people. من اللي يميز الشباب العراقي انه عندهم العديد من المهارات، وايضا من البرامج اللي تدعمها اليونيسف انه كيف ندمج الشباب اللي هم اكبر عمرا مع اليافعين والشباب الاصغر عمر حتى يتعلمون من بعضهم حول تجاربهم والفرص التطوعية اللي انخرطوا بيها، وايضا تنمية المهارات اللي هو تثقيف الاقران. Thank you. بس الاسم والصفة؟ Your name and title. اسمه كين ليجنز وهو نائب ممثل اليونيسف في العراق. شكرا جزيلا. محمد رعد، السلام عليكم. وعليكم السلام. باعتبارك مسؤول فرق تطوع مسؤول فريق التطوعي لوزارة للأعمال الصحية؟ نحن فريق طب الطوارئ التطوعي، فريق غير حكومي غير ربحي من فرق النفع العام، تأسس عام 2020. واجبه الأساسي هو الإنقاذ والإسعاف والإخلاء في حالات الطوارئ اللي هي الكوارث الطبيعية والحروب والاحتجاجات والأوبئة والتجمعات البشرية الكبيرة، سواء كانت مهرجانات أو ماراثونات أو كانت مناسبات دينية. يعمل الفريق أيضا في الواجبات الثانوية وهي الإغاثة الإنسانية والتوعية ومحاربة أي ظاهرة سلبية في المجتمع أو تهدد المجتمع على المستوى القريب والبعيد. ممتاز. يعني هاي الفكرة، فكرة تأسيس الفريق تكونت عندكم ب 2020 على وباء كورونا؟ تكونت عندي فكرة تأسيس الفريق أصلا من 2016. نعم. بس ما بادرت بها لحين حدوث الاحتجاجات تشرين، شفت أنه الحاجة الملحة لوجود فريق إسعاف للتدخل لإسعاف الجرحى. الحمد لله والشكر هنالك إحصائية تقول من وزارة الصحة، دائرة صحة بغداد الرصافة، عند دخول الفريق إلى ساعة التحرير انخفضت نسبة الوفيات حتى 40%. ممتاز. من الوفيات المتظاهرين. زين، اليوم دوركم أنتم بباقي الفعاليات اللي موجودة، يعني أكو جدول زمني لكم للنشاطات لو حسب الحاجة، وين ما اضطر الموضوع تروحون؟ إحنا أينما وجدت الحاجة لنا سوف تجدنا موجودين. نحن منتشرين في عدة محافظات ومنها نينوى والأنبار وبغداد وذيقار وواسط وبابل وغيرها من المحافظ وديالة وغيرها من المحافظات البقية جار التأسيس فيها لتغطية جميع أنحاء العراق وبأعداد جيدة جدا. ممتاز. زين، اليوم الفريق اللي موجودين هنا كلهم اختصاص؟
نعم، هنا ليست جميع، هنالك قسمان لدينا، قسم المجموعة الطبية وهي تقديم الخدمات الطبية الطارئة، وقسم المستجيب الأول وهي تقديم الإسعافات الأولية والاستجابة الأولية لحين وصول المختص. زين، المستشفيات الدوائر الحكومية اليوم متعاونة وياكم كفريق؟ نعم نعم، هنالك تعاون من قبل وزارة الصحة، من قبل وزارة الداخلية، دائرة الإعلام والعلاقات، وهنالك تعاون من وزارة الصحة من قبل مديرية العملية والخدمات الطبية الطارئة وقسم الصحة العامة ومكتب وزير الصحة، وهنالك تعاون أصلا نحن مسجلين كفريق تطوعي في وزارة الشباب والرياضة المركز الوطني للعمل التطوعي. موفقين إن شاء الله. نشوف الشباب. شلونك حبيبي؟ السلام. شلونك أخبارك؟ كم حالة لحقت يعني أنه تسعف؟ ما تقدر تحسبين يعني انه هواي حالات صار بطل، يعني عندك ايام كورونا والحريق اللي صار بالمستشفيات هم كنا متواجدين به، كان متواجد فريقنا موجود وقدمنا الاسعافات وقدمنا الحاجه اللازمه. زين، كدعم لوجستي اليوم يعني تحتاجون وسائل نقل، تحتاجون اجهزه طبيه او ما شابه ذلك من الادوات اللي تحتاجوها، هاي شلون جاي توفرونها؟ كله دعم ذاتي، كل متطوع هو يدعم نفسه، يعني ما عندنا اي دعم خارجي، يعني ما تابعين اي جهه سياسيه او حزب او اي منظمه. زين، احنا بالعراق يجوز هواي مشاريع مهمله او ما مقدره، انتم اليوم بنظر الحكومه بنظر المؤسسات الحكوميه مدى تقديركم واحترامكم بالنسبه من وجهه نظرهم؟ وجهه نظرهم هاي بقى اتجاهكم لا يعني انت لازم لمستوا شيء مثلا كتاب شكر تقدير؟ اكيد اكيد متواجد هذا الشيء، اكيد 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 متواجد من وزاره الصحه، من قاطع صحه الكرخ والرصافه متواجد هذا الشيء. شهاده شكر وكتب دعم انه اصلا عادي. شكرا جزيلا حبيبي. نعم مشاهد الكرام، بالتالي احنا ايضا من المفرح نشوف هيك شباب واعيه بهذه الروح بهذا النفس انه باذلين الغالي والنفيس من اجل التطوع لفرقهم التطوعيه، شيء يعني بعض الفرق تجزئت او تقسمت، منها تنظيف ومنها اسعافات و باقي الفرق كل فريق ودوره، وهذا الموضوع حقيقة مفرح إن كعراقيين نشوف شبابنا بهذا الوعي بهذا الحرص على بلدهم. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل، إلى اللقاء.